بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. معاكم هو مطبخ ام باسل، والنهارده هنعمل حاجه جميله ولذيذه وسهله جدا زي ما احنا متعودين. هنعمل الكوكيز اللي هو بحبه البركه وبالسمسم. شايفين بقى جماله وشايفين حلاوته؟ والله الطعم بقى ما اقولكوش حكايه، تحفه. هنعمله كده ونخليه عندنا طول الاسبوع علشان نفطر نتعشى بيه، نحطه لاولادنا في المدرسه. بصوا جميل جدا، وشوفوا التسويه بتاعته خطيره، الطعم بقى حكايه مقرمش بقى، ويعني حاجه من ورا الخيال. بصوا شايفين عامل ازاي، حاجه جميله جدا ومقادير بسيطه وسهل، مش هياخد في ايديكي 10 دقائق. مش هطول عليكم في الكلام، هنروح دلوقتي نشوف هنعمله ازاي وازاي يطلع معانا بالشكل الجميل والطعم الاجمل ده. بس قبل ما نروح ما تنسلوش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من مطبخي. ويلا بينا مع بعضينا نعمل الطبق اللذيذ الجميل ده. مقادير النهارده زي ما انتم شايفين عندي 125 جرام زبده بدرجه حراره المطبخ. ما هي 25 اللي ما عندوش ميزان، يعني بالكوبايه حوالي نص كوبايه زبده وعليها معلقه كبيره، تمام. وعندي 3 كوبايات دقيق، عندي بياض بيضه الصفار هنستخدمه، وعندي معلقه سكر كبيره، معلقه سمسم، معلقه حبه البركه، معلقه ملح صغيره، معلقه بيكنج باودر صغيره، ربع كوبايه زيت، معلقه زبادي، ومعلقه خل. نبتدي نقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط بياض البيضه بتاعنا اهو، ونحط ربع كوبايه الزيت، تمام، واحط معلقه الزبادي اهي على اهي. نيجي هنا بقى هناخد ايه، البيكنج باودر، مش هاخده دلوقتي، هنزل معلقه السكر الكبيره اهو، يعني شايفين كده، وهياخد برضو الملح، يعني السكر والملح هنزلهم، واسيب برضو حبه البركه. بعد كده هنحط معلقه الخل بتاعتنا اهي، ادي معلقه خل بنفس المعلقه اللي خدنا بيها ايه الزبادي، تمام. وهبتدي بقى هضيف، هنحط بقى الدقيق بتاعنا، احنا قلنا ده 3 كوبايات، هعير مثلا اهو، ادي واحد، عشان انا لسه مش عارفه العجينه هتاخد ايه، 2 ولا 2 ونص او 3، ادي 2، تمام. ونحط ايه نص كوبايه، وبعدين ايه نشوف العجينه بتاعتنا هتاخد دي ولا لا. معلقه البيكنج باودر، وابتدي بسم الله اعجن العجينه بتاعتي. خلي بالكم يا دوبك بس العجينه معايا تتلم، عشان انا مش عايزه اعجن فيها كتير علشان ما تبقاش طريه، انا عايزاها مقرمشه اهو. اديني بلم العجينه، حاطه كوبايتين ونص دقيق بالشكل ده، بصوا سهله خالص، هتلم معايا بكل سهوله ان شاء الله. بصوا العجينة اتلمت معايا بكل سهولة. اخر مرحلة عندي هحط حبة البركة والسمسم، وابتدي اخلطها كده مع العجينة بتاعتي اهو بالشكل ده كده. عايزة تكتري ماشي، عايزة تحطي محلب مفيش مشكلة، بس انا بصراحة يعني ما عنديش محلب، يعني زي ما انتوا عايزين. بصوا العجينة اتلمت ازاي، انا مش هعجن فيها كتير زي ما قلتلكوا، عشان احنا عايزينها تبقى مقرمشه. بصوا شايفين تمام وزي الفل، هو ده المستوى اللي احنا عايزينه. هنعمل ايه بقى دلوقتي، هغطيها بفوطه نظيفه بس عشان تستريح مكان العجن، وبعدين هنيجي نشوف هنشكلها ازاي. هي ما فيهاش خميره ولا اي حاجه، 10 دقايق بس عقبال ما احضر باقي الحاجه. وايه وهنيجي سيبنا العجينه بتاعتنا استريحت 10 دقايق، هنبتدي بقى نشوف هنشكلها ازاي. هاخد منها جزء كده بسم الله، بصوا العجينه جميله ازاي، وهبتدي ابرمها كده اهو، انتوا شايفين كده اهو بالشكل ده. وباي قطاع عندك او اي حاجه، استبطت كده شويه، هاخد بس الجزء ده كده اهو، وابتدي اقطعها سمبوكسه كده اهو بالشكل ده كده. عايزه تعمليها اشكال تانية، هو مش محتاج ان احنا ندهن الصاج بتاعنا او الصينيه بتاعتنا حاجه، لان العجينه فيها زبده وزيت كفايه اهو بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا سهله وبسيطه ازاي، ف
فيهاش اي اختراعات خالص، وحاجه جميله وتفضل معانا لاخر الاسبوع، تنفع الصبح واحنا رايحين المدرسه واحنا رايحين اشغالنا اخر النهار، يعني حاجه جميله. عايز اوريكم بس النعناع ريحته تحفه. انا قلت لكم قبل كده النعناع انا بستخدمه كده علشان يبقى فريش على طول، بنحط بغسله كويس وبحطه في كوبايه فيها ميه يفضل معاكي كده مده، يعني اسبوع وتغيري له الميه كل يوم هيبقى بالشكل ده كده. هكمل بقى الكميه بتاعتي كلها وبعدين نرجع نشوف هنسوي الكوكس بتاعي. خلصت الكميه بتاعتي صفار البيضه بتاعي اللي احنا خدنا البياض بتاعه، هنحط عليه نقطه خل ونضربه كده بالشوكه ونبتدي ندهن بيه وش الكوكس بتاعتي اهو بالشكل ده كده. طبعا انا مشغله الفرن بتاعي على 180 اهو بالشكل ده كده. بعد ما ندهن كده عايزه تحطي على الوش حاجه حطي، مش عايزه تحطي براحتك. ممكن نحط شويه ايه حبه البركه كده وشويه سمسم يدونا شكل كده لذيذ وجميل اهو بالشكل ده كده اهو شايفين. هعملها كلها بالشكل ده كده اهو وبعدين هندخلها الفرن ولما تطلع هنشوف شكلها. حبيت بس قبل ما ادخلها الفرن اوريكم شكلها، بصوا شكلها جميل ازاي، واو يفتح النفس. يلا بقى ندخلها الفرن وما تطلع نشوفها. اهو حبايبي الكوكس بتاعتي طلعت من الفرن، شايفين جمالها ولا السوا بتاعها بقى، بصوا خطير الريحه بقى مش قادره اقول لكم، يعني في البيت كله فظيعه. بصوا نحطها بقى في طبق كده ونغطيها تفضل معانا لنهايه الاسبوع. في العشاء مش قادرين تاكلوا حاجه تاخدوا وحدتين، في الفطار برضو مالكوش نفس، او مثلا لو رايحين الشغل في المدرسه في اللانش بوكس بتاعت الولاد، حاجه بصراحه تحفه. الطعم بقى مش قادره اقول لكم طعمها حكايه. بصوا شايفينها عامله ازاي من جوه، واو تحفه يا جماعه بجد لازم تجربوها. دي كانت الكوكس بتاعتي النهارده بالسمسم وحبه البركه، بتمنى تجربوها تقولوا لي اكل جميل ايه، وما تنسونيش في اللايك كل الاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من مطبخ ام باسل. واشوفكم على الف خير ان شاء الله في وصفه سهله وسريعه من مطبخ ام باسل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.